وفي الجانب الآخر من الاستقرار وامتداداته العابرة للحدود ولاستكمال الاستعدادات الجارية لتأمين الزيارة الأربعينية، أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني أحمد وحيدي جولة استطلاعية في منافذ زرباطية والشيب والشلامتشا، يرافقهم عدد من القادة والضباط للوقوف على مجمل الاستعدادات لإحياء الذكرى ومعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بها. وشملت الجولة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين من الجانبين العراقي والإيراني، وقدم الوزيران جملة من التوصيات لإنجاح العمل المشترك للزيارة وتأمين الحدود بما يخدم المصالح المتبادلة. واجب مشترك مع الأخ وزير الداخلية الإيراني الأخ عبد الحميد وجهد المرافق ورب الخلاف قادة الاستطلاع والأخوة قاطبة الحدود والسفير الإيراني والأخ العمليات الشعبي واستشار وزير الداخلية وعدد النظام وزارة الداخلية. وابتدينا نبذة المديرية الحدودي والزباطية والشيب والشلامشة، وكان بحضور السادة المحافظين في ديالة وواسط وميسان والبصرة، وعقدنا عدة اجتماعات مثمرة ناقشنا فيها كل الإجراءات تأمين حماية الزوار وتفويجهم في اتجاه المدن المقدسة، وكذلك إجراءات الخدمة ما يخص منافذ الأحوال مثل الإقامة والحوار والجوازات في هذه المنافذ، وكذلك الأمور الخدمية اللي راح تقدمها جمهورية العراق خلال تنقل الزائرين على طول الطرق من هذه المنافذ اتجاه كبرى المقدسة. توجيهات السيد رئيس الوزراء وكل الحكومة العراقية واضحة في تسهيل إجراءات تفويج الزوار الإيراني اتجاه كبرى المقدسة، وكذلك تسهيل وتأمين دخولهم وتنقلهم خلال الزيارة الأربعينية، وكل الإجراءات عند بها من تاريخ 1/0 ولحين انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية في 20/6. نسقنا جميع الأمور وكل حكمنا النهايات السادة في كل المنافذ، وكل الإجراءات داخل الأراضي العراقية راح تكون مسؤولية الحكومة العراقية وكل الوزارات، ومعي الممثل عن السيد رئيس الوزراء الأخ نزار يعقوب وكل الإخوة الموجودين راح يكون واجبهم من الآن إلى بدء الزيارة هي الإجراءات متابعة الإجراءات الأمنية والخدمية اللي تخص زوار معينة الإمام حسين في